إصدارات جديدة، قضايا، ارتباطات وغيرها من الأخبار اللي صارت الأسبوع الماضي مع المشاهير وكانت ترند. رح نرجع نسترجع أبرزها معي أنا أحمد قاسم. أكثر من 1,200,000 مشاهدة صار محققها كليب أغنية ديانا حداد الجديدة عشق دميان اللي أطلقتها يوم 4 سبتمبر الحالي، وبعده بقائمة الترند لهلأ. والملفت كان مشاركة عدد من النجمات فيه وهن غدير السبتي، نهى نبيل، الموديل رولز، نور ستارز وشيلاء سبت. أفراح الأسبوع الماضي كمان كانت حديث الناس والسوشيال ميديا، وآخرهم حفل زفاف ليلي كولنز اللي فاجأت فيه متابعينها بزواجها من الكاتب والمخرج تشارلي ماكدويل. ونور عمرو دياب كمان تصدرت الترند بخبر خطوبتها، فهي نشرت هالصورة على الإنستغرام وعلقت عليها حب حياتي فاجأني بهذا العرض. والأفراح كملت مع ناجي القاق اللي احتفل بعرسه بحضور عدد من مشاهير السوشيال ميديا في الأردن. ويتي بالعربي كان موجود حصرياً ونقل أجواء اللي كانت بثيم استواء. أزمات مطربي المهرجانات ما بتنتهي، فبعده جدل حسن شاكوش شاغل الصحافي والسوشيال ميديا، خاصة من بعد ما سحب منه تصريح الغناء سنويا نهائيا لأجل غير مسمى من بعد مشكلته مع رضا البحرام. والإشي خلى شاكوش يكتب هالبوست على الفيسبوك ويقول فيه: لم أقصد إهانة الموسيقيين أو العازفين أو الطبالين، ما كانش قصدي خالص إن أنا أطلع وغلط في أي بتاع مزيكا أو في أي عازف أو في أي طبال، لان انا فرقتي كشخصيا فرقه حسن شاكوش، انا معايا عازفين ومعايا طبالين ومعايا ناس محترمه جدا جدا واكبر مني سنا، بعيد ان هم عازفين وناس بتوع مزيكا، انا لازم يبقى في احترام ما بيني وما بينهم علشان خاطر السن اللي بيني وبينهم. ساندي ضحية سمكري البني أدمي، هالعنوان كان مسيطر الأسبوع الماضي من بعد ما أعلنت ساندي إنها كانت واحدة من ضحايا المعالج اللي بيطلق على نفسه اسم سمكري البني أدمي. وكانت ساندي حكت تفاصيل تجربتها معه بلقاء خاص مع إي تي بالعربي من بعد ما تم القبض عليه وإقفال عيادته. أنا شخص مجني عليه، أنا عايش بإعاقة طول عمري، محدش حاسس بالألم اللي أنا فيه، ما أنا بقالي سنتين ما بنامش طبيعي. بأول ظهور إعلامي له بعد عودته لمصر من بعد غياب، طل خالد يوسف كضيف مع عمرو أديب ببرنامج الحكاية وحكى عن كتير من الأمور بدأها باعتزاله السياسي والتركيز في الفن، لهيك عم بيحضر لفيلم جديد رح يبدأ تصويره خلال الفترة القادمة واسمه أهلا بكم في باريس، وبتدور قصته عن الأوضاع الجالية العربية في فرنسا. أهلا بكم في باريس، ده اللي بيدور حوالين الجالية العربية في باريس وقصصها والأزمات اللي أنا يمكن أشرت ليها من شوية، وعندي عمل كبير مع الشركة المتحدة وتبعلن عنه لأول مرة مع حضرتك. الله، ده مسلسل؟ فيلم ومسلسل، حاجة ضخمة جدا بصراحة. أنا مقلة لأنه أنا عندي خجل من اللقاءات. بهاي الكلمات بدأت روعة السعدي لقائها في الجزء الأول مع إي تي بالعربي، فهي حكت عن عودتها للساحة الفنية من خلال أعمالها اللي عم بتحقق نجاح كبير، وكشفت عن سبب انسحابها من الجزء الثالث من حارة القبة، إضافة لبعض التفاصيل عن أعمالها المقبلة اللي عم بتحضرها. محامية إلى يعني خط لحالة، في توابع لقلب بنهاية العمل ما فيني كتير أحكي عنها لأنه هي شخصية بدها تكون مؤثرة بنوعا ما. لهم نكون وصلنا لنهاية الريكاب لهذا الأسبوع، استنوني الأسبوع الجاي بأخبار حققت الترند.